السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايبي وكل متابعين قناة حنان الوراقي. النهاردة الجو وحش جدا، وطبعا يعني في تحذير كده هوت بيحذروا محدش يطلع في التلفزيون، محدش يطلع من البيوت يعني خلال يومين، النهاردة الخميس وبكرة الجمعة، علشان يعني الجو وحش جدا وشتاء في يعني في جميع المحافظات. فطبعا بالنسبة للقاهرة وبالنسبة للإسكندرية طبعا الجو عندهم وحش جدا، بس احنا هنا في دمنهور يعني بالنسبة لنا احنا الجو احسن من عندهم بصراحة. يعني في شتاء بس الجو يعني الجو بالنسبة للجو عندنا يعني شتاء عادي، يعني الجو برضو عادي لحد دلوقتي الحمد لله. بس يعني في ناس بتسألني يعني الجو عندكم عامل ايه، فانا عاملة الفيديو ده النهاردة وعشان برضو ايه اوريكم برضو ايه الجو عندنا عامل ايه. يعني بالنسبة لنا احنا هنا في دمنهور يعني شتاء عادي، يعني جو عادي بالنسبة لنا، يعني احسن من القاهرة واحسن من اسكندرية. طبعا هناك عندهم الشتاء فظيع جدا وبيجيبوه بيجيبوه في التلفزيون، يعني عندهم سيول وشتاء جامد. فيلا بينا كده نوريكم بقى الجو عندنا ايه عامل ازاي. انا هوريكم بقى منظر الشارع كده من البلكونة. ده كده حبايبي، شايفين السما الاول، جبتكم على منظر السما. هي فيها مية وممكن تاخد لها يومين او ثلاث ايام، بس بالنسبة لنا احنا يعني الجو عادي، يعني بالنسبة شتاء عادي، يعني مش سيول زي القاهرة وزي الاسكندرية. طبعا بيجيبهم كل شوية في التلفزيون، عندهم شتاء جامد بصراحة. هنا شايفين المنظر يعني اهوت شتاء عادي اهوت، وهي حتى بتشي دلوقتي مجرد اللي هي يعني نقط كده اهوت، هي شايفين يعني الجو عندنا الحمد لله يعني احسن من يعني بالنسبه لنا احنا احسن من القاهره واحسن من مصر، فالحمد لله. طبعا الساعه دلوقتي ايه 1 الظهر، فاحنا برضو انا يعني بالنسبه لاولادي قعدتهم من الدروس النهارده وما فيش حد طبعا نزلته الشارع خالص، فلحد الجو بس ايه ما يتحسن شويه. وامبارح نزلت انا وبنتي كده اشترينا طلبات في البيت قبل طبعا قبل الجو قبل ما تشي، كان في غيامه كده في السماء وقبل الجو يعني قبل ما تديها بقى شتاء جامد كده اهوت. فنزلت بقى اشتريت طلبات البيت امبارح، وبعد كده اهوت بقى جبت طلباتي وكده، فعلى الصبح كده على امبارح بالليل بقى بعد ما على الساعة 1 تقريبا او 2 بالليل بدأت بقى اللي هي تشي، وكان شتاء خفيف، كان شتاء خفيف شوية ما كانش ياما يعني. فعلى دلوقتي بقى ايه يعني على الصبح كده اهوت لقينا بقى ايه بتشي بس يعني بالنسبة لنا يعني احسن برضو، يعني احسن من زي ما قلت لكم يعني جو يعني شتاء عادي يعني. بس انا عملت الفيديو بس دوت النهارده للناس بس اللي هي بتسالني الجو عندكم عامل ايه وكده اهوت، فقلت اعمل الفيديو ده اهوت ايه عشان اوريكم بس يعني حال الجو كده عندنا عامل ازاي. اتمنى حبايبي ان الفيديو النهارده يكون عجبكم، واللي لسه متابعيني لاول مره يا ريت ان انتوا تدعمونا كده حبايبي بالاشتراك في القناه، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بقدمه في القناه اول باول. كان معكم حنان الوراقي، ام ندى وفتحي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حبايبي المقطع ده هو بعد ما عدى ساعة كده من تصوير المقطع الأولاني بدأ عندنا بشتاء عادي، زي ما شفتم المقطع الأولاني كان شتاء عادي جدا، فدلوقتي بعد ساعة ادتها سيول، فنشوف كده مع بعض حبايبي. شايفين المنظر سيول نازلة
شايفين المنظر؟ والسماء السماء معبية مية، ف كده بقى انا هوقف عشان الشتاء والتليفون. نعم يلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورياحا شديدة منذ الساعة الأولى من صباح اليوم، ووفقا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية فإنه من المتوقع استمرار الموجة غير المسبوقة من الطقس السيء حتى بعد غد السبت. هذا ونشدت الحكومة المواطنين بالبقاء في المنازل اليوم وغدا وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، كما قرر مجلس الوزراء منح جميع العاملين بالحكومة والقطاعين الخاص والعام وقطاع الأعمال أجازة اليوم باستثناء العاملين في الجهات والمرافق الحيوية. أهابت الإدارة العامة للمرور بقائد السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامته، وذلك في ضوء تحذير هيئة الأرصاد بحدوث تقلبات جوية ورياح محملة بأتربة. أعلنت وزارة الصحة عن خروج 7 حالات من مصاب بالفيروس.